السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نواصل معكم هذه التغطية المفتوحة من قناة التناصح الفضائية التي تواكب معكم العملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة قوات الجيش الليبي ضد ميليشيات خليفة حفتر التي تحاول غزو العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية. نتابع معكم تحركات الجيش الليبي في صد هذه الميليشيات والهجوم عليها، وأيضا كل ردود الفعل حول العمليات العسكرية الجارية الآن. وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد كرير، وهو مدير منتدى التواصل والحوار الليبي، في انتظار أن ينضم إلينا بقية الضيوف. أرحب بك سيد محمد. بداية يعني ننوه إلى عدد من الأحداث التي وقعت اليوم خلال العمليات العسكرية، ومنها ما هو يعني تصريحات سياسية، ولعل نبدأ يعني بما قاله الناطق باسم الجيش الليبي العقيد طيار محمد جنونو، الذي تحدث بأن ميليشيات خليفة حفتر تمارس التضليل الإعلامي وتتحدث عن انتصارات وهمية لا وجود لها. أيضا قال الناطق باسم الجيش بأن قاعدة الوطية هي التي ينطلق منها العدوان الجوي على العاصمة طرابلس، وأن القاعدة هي خارجة عن سيطرة حكومة الوفاق وسيطرة قوات جيشنا. أيضا تحدث الناطق باسم الجيش الليبي بأن قواتنا المسلحة اضطرت لعدم استعمال كثافة أو لعدم تكثيف الضربات بالمدفعية، خاصة في مناطق جنوب العاصمة طرابلس، وذلك حفاظا على المدنيين وممتلكات الناس المحيطة بمناطق الاشتباكات. أيضا تحدث الناطق باسم الجيش الليبي بأن قواتنا المسلحة قد قبضت على عدد من الأسرى أو ألقت القبض على عدد من ميليشيات خليفة حفتر، وقام آخرون من هذه الميليشيات بتسليم أنفسهم طواعية لقوات الجيش. أيضا قال الناطق باسم الجيش بأن قواتنا تمكنت من دحر ميليشيات خليفة حفتر في كافة المحاور. أيضا تم الإعلان عن أن قوات المنطقة الغربية قد سيطرت بالفعل على منطقة قصر بنغشير. عامر جهاز الأمن العام الرائد عماد طرابلسي قال في تصريح صحفي بأن قواتنا تتقدم وأننا سندحر ميليشيات حفتر قبل الجمعة القادمة. أيضا خرجت يعني تصريحات عن المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، حيث كلف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كلف المدعي العام العسكري بحصر قوائم العسكريين المتورطين في الهجوم على طرابلس وإصدار مذكرات قبض وتعميمها داخليا وخارجيا لملاحقة هؤلاء المتورطين. أيضا المجلس الرئاسي أمر بمراجعة قوائم مرتبات المنتسبين للميليشيات المعتدية على العاصمة بهدف إيقافها. المجلس الرئاسي أيضا كلف الأجهزة الأمنية بمداهمة وإلقاء القبض على أي خلايا نائمة تسعى إلى زعزعة الأمن في العاصمة والمنطقة الغربية. أيضا المجلس الرئاسي يعني تحدث عن ملاحقة قضائية لهؤلاء العسكريين وملاحقة قانونية لهذه الميليشيات وأفرادها. طيران الجيش الليبي مشاهدينا ومستمعينا الكرام شن غارات جوية على خطوط إمداد ميليشيات حفتر بسوق الخميس مساحل. سلاح الجو أيضا استهدف شاحنات وقود في منطقة الشويرف تابعة لميليشيات حفتر. أيضا هناك أخبار عن آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، قال بأن قوات المنطقة الغربية تؤمن الطريق الساحلي غرب العاصمة بالكامل، ولا صحة للشائعات حول وجود أي تهديد أمني. أرحب بضيفي السيد محمد كرير. بداية، ما تعليقك على ما يجري الآن، خاصة الآن وردنا خبر عاجل بأن ربما هناك تحرك من وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، ما المطلوب الآن في رأيك؟ هل هذه الأحداث الآن هي تواكب فعلا حقيقة الوضع على الأرض وما يسطره أبطال جيشنا على الأرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين ولقناتكم الموقرة.
ابتداء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل الذين يدافعون عن الأرض وعن العرض وعن الدولة المدنية أن يوفقهم في أهدافهم التي هي بسط الأمن ودحر الانقلاب ولجم هؤلاء الذين يضطلعون بزعزعة الأمن القومي والأمن الليبي على الشعب الليبي. ما يحدث الآن وما ذكرته أنت أخي الفاضل محمد هي جملة من الأحداث المتسارعة، وفي حقيقة الأمر هذا شيء يثلج الصدور. الآن بدأنا نرى فعلا ملامح الجيش الليبي الحقيقي الذي يضطلع بدوره متكاملا، حتى وإن أتت هذه التعليمات وهذه القرارات متأخرة لكنها الآن أصبحت تواكب الحدث. التعبئة الآن جيدة جدا، السيطرة في أغلب أو في كل المحاور ولله الحمد حسب التواصلاتنا مع إخواننا ومع المدافعين عن الدولة المدنية سيطرة كاملة ولله الحمد. مجرم الحرب حفتر الآن يظهر على حقيقته، تظهر قوة هذا الشخص المليء بالعقد النفسية والمليء بالتاريخ الأسود الذي يريد أن يجره على باقي ربوع ليبيا كما جره على المنطقة الشرقية التي ندعو الله سبحانه وتعالى أن تتحرر قريبا وأن تتنفس المدنية قريبا وأن يبتعد عنها شبح البستار العسكري والقبضة الأمنية التي يمارسها مجرم الحرب حفتر وأبنائه. الآن ولله الحمد بدأت الأركانات في الجيش الليبي في المنطقة الغربية التابع للشرعية بناء على اتفاق الصخيرات والمجتمع الدولي بدأت تفعل دورها، وبدأت هي الآن في الاتجاه الصحيح في اتجاه بوصلة الوطن. هذا الأمر كان يجب أن يكون من فترة لا و و و و و والذي كان سيوفر علينا كثير من الدماء وكثير من الأرواح وكثير من الوقت في بناء الدولة المدنية وتفعيل دور الشباب والنشء القادم، بدل أن يتجرأ هذا المجرم الذي يجر أجيال ذيال الهزيمة دائما على العاصمة الحبيبة الآمنة المدنية طرابلس. ما رأيناه الآن من تفعيل لدور السيد محمد سيالة هو في حقيقة الأمر كان دور متباطي قليلا، لكن في وسع السيد محمد سيالة وزير خارجية الخارجية الليبي بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا بوسعه أن يستعمل كل أوراق صلاحياته التي يخوله إياها القانون ويخوله إياها كونه وزير خارجية لحكومة ولمجلس رئاسي معترف به دوليا. دور السيد محمد سيالة يجب أن يكون واضحا ويجب أن يكون قويا ويجب أن يكون مساويا وموازيا ومظلة حقيقية لكل دوائر الدفاع الموجودة الآن في المنطقة التي تدافع عن طرابلس وتخون طرابلس ضد هذه الهجمة الإجرامية من طرف مجرم الحرب حفتر. السيد محمد سيالة بإمكانه الآن أن يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن كما يفعل كثير من وزراء الخارجية في حالات الطوارئ وحالات الاعتداء على الشرعية وعلى الدولة المدنية وعلى الدستور والقانون وعلى العاصمة طرابلس. وفي هذه الجلسة يجب ألا تكون جلسة للمطالبة أو للخروج بقرار وقف إطلاق النار، هذا الأمر يجب أن يكون الهدف والغاية منه هو تجريم مجرم الحرب حفتر ووضعه في مسماه الحقيقي ووضعه في خانة القضاء المحلي والقضاء الدولي حتى يعلم الجميع بناء على الاتفاقات السياسية وبناء على القانون الدولي وبناء على ما أتى به المجتمع الدولي من اتفاق الصخيرات إن هذا الرجل خارج عن الشرعية، هذا الرجل منتحل لصفة. للأسف الشديد نحن الآن شاهدنا على مدار سنوات طويلة منذ بداية 2014 كيف أن اسم ومسمى الجيش الليبي مختطف من قبل هذا مجرم الحرب وهو يمارس البلطجة ويمارس حرب على الدولة المدنية وعلى القانون وعلى الدستور وعلى الاتفاقيات التي وقع عليها المجتمع الدولي. المشهد بصفة عامة محليا في حالة تقدم كما أشار الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي قبل حوالي ساعتين أو ثلاث، وكذلك كل الاتصالات والتواصلات تدل على أن الانتقال من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم أصبحت قاب قوسين أو أدنى. لم تحدث أي اختراقات من قبل هذه العصابات الإجرامية التي يدفع بها مجرم الحرب حفتر في الوقت الذي يجلس فيه هو وأبناؤه في الاستراحات وفي المكيفات وفي الأمن والأمان ويدفع بأبناء القبائل
العوائل وأبناء العائلات، وخاصة أنه ما زال إلى الآن يرتكب جريمة حرب أخرى وهي الدفع بالأطفال وبالذين لم يبلغوا السن القانونية لخطوط الحرب وخطوط القتال والاقتتال للأسف الشديد. نعم، انضم إلينا عبر الهاتف السيد ياسر بهلالة وهو الكاتب والصحفي. سيد ياسر نرحب بك. بداية، ما تعليقكم على ما يجري الآن في جنوب العاصمة طرابلس من عمليات عسكرية بين قوات الجيش الليبي التابع للشرعية وميليشيات خليفة حفتر؟ نعم سيد ياسر، سيد ياسر، نعم نعم. طيب، يبدو أن الاتصال مع السيد ياسر غير جاهز. ننتقل للسيد محمود إسماعيل الذي انضم إلينا الآن عبر الهاتف وهو الباحث والأكاديمي. سيد محمود نرحب بك. بداية، هناك يعني بيان قد انتشر الآن على مواقع التواصل الاجتماعي أو رسالة كتاب موجه من وزير الخارجية في حكومة الوفاق إلى رئيس مجلس الأمن الدولي. بداية، هل تأكد هذا البيان في حسب معلوماتك وما الدلالة على هذا البيان؟ أعتقد أنه يحمل منطقياته طلب لعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن، وهو أمر طبيعي فيما يتعلق بالشعوب وإدارة الدولة، ولكن عندما تتعامل مع مجرمين كمجرم الحرب حفتر يجب أن تتعامل من أجل العمل على أن يقاد إلى محكمة الجناية الدولية. لا وجود حل غير ذلك. إمكانية انصاف الحلول وإمكانية عدم التحكيم بداية ونهاية يجب أن يصدر قرار بتجريمه، ويجب أن يكون تجريم أيضا للعملية وأن المحاكم المحلية والدولية، فهو الأمر الطبيعي في كل من قتل المدنيين أو قتل الأهداف المدنية أو حاول العبث والعمل السياسي، فكلها خيانات وتعتبر جرائم عمر يمكن السكوت عنها والرضا بها. نعم. طيب، يعني في رأيك الآن الموقف السياسي الجاري الآن والتصريحات التي شهدناها، حديث رئيس المجلس الرئاسي وقراراته التي صدرت، في رأيك هل هي تواكب فعلا تحركات قوات الجيش الآن ضد ميليشيات خليفة حفتر؟ بداية، لازالت الإجراءات والقرارات التي صدرت عن المجلس الرئاسي إجراءات جد خجولة ولا ترقى إلى مستوى الحدث، ولم يتم تشكيل خلية أزمة سياسية وقانونية تستطيع أن تصمد وتستطيع أن تصدر وتستطيع أن تتحرك من الناحية العملية. يجب كان من المهم جدا العمل على تهريم العملية التي قام بها حفتر واتهامه كأنه قام بجرائم حرب، وأيضا بعمل إرهابي ضد الدولة، وأيضا بإرهاب الخيانة العظمى، والعمل على تجريبه من الرتبة العسكرية وإحالته إلى المحكمة المحلية، وأيضا اتهامه من الناحية الجنائية واتهام كل من شارك معه ومن يقود طيران أمريكا. كل ذلك مدعاة إلى القول بأن هذا سيؤدي بشكل عملي إلى القول بأن هذا مجرم ويجب أن يحاكم ويقاد إلى المحاكم ولا يوجد حل غير هذا. نعم. طيب، الآن يعني هناك خبر يتم تناقله بأن عقيلة صالح رئيس البرلمان في طبرق تحدث في تصريح لإحدى القنوات بأنه قال أنا من أصدرت التعليمات لحفتر بالهجوم على طرابلس. يعني هل يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام عن شخص يعتبر كطرف سياسي ويتم الجلوس معه والتحاور معه في رأيك؟ بأن يقول بأنه إن أعطى أو لم يعطي فهو يعطى من لا يملك لمن لا يستحق. قال عملية أن حفتر مطلوب محليا ودوليا وأن يداه مرتبطتين بالدماء ولا بد من قيادته إلى المحكمة مهما كانت الظروف. نعم. طيب، الموقف ربما الدولي، كيف تقيم متابعة المجتمع الدولي وما يصدر عن بعثة الأمم المتحدة كذلك والدول الفاعلة ربما في مجلس الأمن الدولي وتقييمها ومتابعتها للمشهد الليبي والمعارك الحاصلة الآن؟ بلا شك أنها كمنظمات ودول دائما تراعي مصالحها وهي مكون رئيسي فيما يتعلق بهذه الأزمة، بل لعلها صانع لها في كثير من محتواها. فبداية من البعثة بدأ أنه واضح أنها إجراءاتها جد خجولة وأنها منحازة إلى طرف على على هذا وذاك. نلزم بأن غسان سلامة ربما ينفذ جندة واضحة في المعالم ببعض الدول وأكثر منه لم يكن حياديا يوما ما، وهو يجب أن يطلب من الأمم المتحدة إبعاده واستبداله بآخر. هذه هي الحقيقة. المجتمع الليبي يحتاج
الى بعثة الامم المتحده، ولكن لا يحتاج الى غسان لانه وصف عدم النزاهه وعدم القدره وعدم الجديه وعدم وجود خارطه عمليه. من الناحيه الثانيه التي يجب الاشاره اليها انه عندما نتكلم عن الامم المتحده ونتكلم عن الدول ترعى في مصالحها بدايه من فرنسا والولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا، ولكن الواقع العملي انها جميع هذه الدول لا تراعي ما يجب ان يكون بالليبيين ولا تراعي حقوقهم في ان يكونوا احرارا او يبنون مدوله المؤسسات او يحاولون قدر الامكان التوجه الى بلاد الدستور. كل ذلك مبعث من القول بان ليبيا تحتاج الى وقفه جاده، ولكن الوقفه الجاده بدايه ونهايه يجب ان تكون من ابنائها دون غيرهم، وان يلتحموا وان يحاولوا قدر الامكان توحيد صفوفهم ضد هذا الدكتاتور، ويجب ان يحال الى المحاكم عاجلا غير عاجل. نعم، ابقى معي سيد محمود إسماعيل وأنتقل لضيفي السيد ياسر بوهلالة وهو الكاتب والصحفي. سيد ياسر، يعني تعليقكم على ما يجري الآن في من أحداث وعمليات عسكرية بين قوات الجيش الليبي وميليشيات حفتر، وأيضا يعني حكومة الوفاق الوطني أعلنت أو مصدر من الحكومة أعلن بأنهم على ثقة ويعلمون بأن السعودية وراء تحركات خليفة حفتر الآن نحو طرابلس. حقيقة أن حفتر يستحق الشكر على ما قام به. فكان الوضع الليبي قد رم على فساد، كما يقول الشاعر إذا الجرح ورم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. الآن فتح الجرح. السعودية بسبب سياسة الرعونة التي تتبعها حسبت أن الأمور مثل ألعاب البلاي ستيشن، أنه يتحرك ويسافر على طرابلس، وكانه لا يوجد شعب ليبي ولا يوجد أرض ليبية، إنما مجرد ساحة من الفضاء الإلكتروني يسيطر عليها. نعم. جرح الليبي من الميكروبات التي علقت به. الآن أعتقد الخطوة الأساسية تحققت وهي وقف العدوان. يعني كان الهدف أن يكون اليوم حفتر في طرابلس ويقيم دكتاتوريته الجديدة. الخطوة الأولى نجحت في إحباط هذا المشروع، وبقي طرابلس عاصمة الشرعية باعتراف العالم كله، وقبل اعتراف العالم كله هي اعتراف الشعب الليبي. الآن هناك تدخل سعودي سافر، دولة طبعا السعودية والإمارات حتى نكون دقيقين، لكن الدفعة الأخيرة كانت بعد زيارته للرياض. هذه الزيارة كشفت حجم المؤامرة على الشعب الليبي. هم لا يريدون لليبيا، هذا البلد الثري باقتصاده الثري بسكانه، أن يقوم. يريدون أن تبقى ليبيا عالة على نفسها وبلد يتلقى مساعدات. يريدون تكرار نموذج بنغازي. بنغازي الآن مدينة تواجه مشكلة صحية، لا يوجد فيها طرف صحي، لا يوجد أدوية لمقاومة الحشرات، فقط يوجد أمن، الأمن القذافي. يعني ما بقى أسوأ ما في النظام السابق اللي هو الأمن الآن هو يحكم بنغازي. أرادوا أن تكون طرابلس نسخة ثانية من بنغازي وأسوأ، ليقف على رأسها دكتاتور وضيع مجرم حرب مطلوب. الآن الشعب الليبي تمكن من صد هذا العدوان. الآن الخطوة الثانية هي تحويل هذا النصر العسكري الذي قامت به مجاميع الثوار والجيش أن يبلوروا فعلا جيشا وطنيا متجاوزا للمناطق والفصائل، وهذه ربما الخطأ الأساسي في الثورة الليبية. نعم. نعم سيد ياسر، نعم نعم، حدث تقطع في الصوت الآن أسمعك. الخطأ الأساسي الذي أفتح المجال لمجرم حرب ليتمدد في ليبيا هو عدم تأسيس جيش وطن، جيش يمثل كل ليبيا، جيش يعبر عن الهوية الليبية الجامعة
عن الدولة المدنية الليبية وليس عن فصائل. أنا أشعر بالفخر لما قام به الثوار الليبيون وأتمكن من إسقاط أعتى دكتاتوري واحدة من أعتى الدكتاتوريات في العالم، لكن لا بد من الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. الآن فرصة ذهبية للليبيين ليعيدوا تأسيس دولتهم على أسس صحيحة، أو الشرط الشارط لبناء الدولة هو إقامة الجيش الوطني الجامع. حفتر خطأ تاريخي، يعني خطأ سينتهي سيصحح، لكن الآن الطريق الصعب الطويل هو بناء الدولة، هذه الدولة التي بقي 40 سنة القذافي يحفر فيها ليبقى هو وحيدا. الآن حفتر يريد تأسيس قذافي جديد، قذافي صغير، يعني بقي علينا كتاب أخضر جديد. الآن الشعب الليبي على موعد مع التاريخ لاستعادة الدولة، لبناء الدولة التي لا تكون حاضنة فقط للشعب الليبي، حاضنة لأمتها، تقوم ليبيا بدورها. طيب، على مستوى أفريقيا، على مستوى العربية، على مستوى الإسلامي. طيب سيد ياسر، أريد أن أسأل يعني عن أهداف دول مثل الإمارات والسعودية ومصر من دعم مثل هذه العمليات. الآن هم يعني في ذات الوقت يعترفون برئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس بأنها حكومة شرعية تمثل الليبيين، ويدعمون حفتر لينقلب على هذه الحكومة كما حاول الانقلاب على سابقاتها. يعني كيف نفهم هذه الازدواجية في المعايير من قبل محور الشر كما سماه كثيرون؟ لا توجد ازدواجية. هم واضحون، هم لا يريدون أن تقوم لليبيا قائمة، يريدون فوضى في ليبيا، يريدون تقسيم ليبيا، يريدون أن تبقى ليبيا بلد موبوء، بلد لاجئ يصدر لاجئين، بلد لا تقوم له قائمة. هذه يريدون نهب ليبيا، يعني يريدون أن تصرف ليبيا، النفط الليبي يصرف على السيسي. يريدون هم هدفهم تدميري وليس بنائي كما يحصل في اليمن. الهدف ليس يعني الكذبة الكبرى في اليمن أوضح، هم عملوا عاصفة الحزم لعادة الشرعية. الآن أين الشرعية في اليمن؟ هم يدعمون أمراء حرب، يدعمون الانفصال، يدعمون أمراء الحرب، يرتكبون جرائم يوميا. هذه الدول شعرت بخطر وجودي بعد الربيع العربي، لا يريدون للشعوب أن تستعيد الدول، هذه الدول للشعوب وليست للدكتاتور. الآن ليبيا تصحح خطأ الثورة المضادة. الشعب الليبي الآن يقوم بدور كبير ليس على مستوى ليبيا، إحباط الثورة المضادة في ليبيا هو يحبط الثورة المضادة في الجزائر. هم كل التحرك هدف الجزائر وليس ليبيا بالمناسبة، هم استفزوا مما حصل في الجزائر. الشعب الجزائري تحرك بالملايين، استعد يعني عاد الربيع العربي. هم يريدون يعني الخاطرة الرخوة بنظرهم هي ليبيا. الآن يأتي دكتاتور في ليبيا يخلق حالة فوضى، تهدد الجزائر، تهدد تونس، يخربون الربيع العربي في المغرب العربي. هذا الهدف الحقيقي لهم، ليس ليبيا فقط. طيب، ليبيا هي ساحة للتخريب يريدون. نعم. طيب، أنوه إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن بأن وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة قد وجه كتابا لرئيس مجلس الأمن الدولي، طالب مجلس الأمن الدولي ضرورة التدخل العاجل لإيقاف ما سماه العدوان على طرابلس وردع مرتكبي. هذا إذن ما جاء أو أبرز ما جاء في كتاب وزير الخارجية لمجلس الأمن الدولي. سيد ياسر، إذا كان لديك تعليق على مسألة الأمم المتحدة، وهي الآن على فكرة يعني كل مسؤولي الأمم المتحدة يقولون نطالب بوقف فوري لإطلاق النار، كأنهم يريدون إنقاذ حفتر الآن. طبعا لا، شوف، هو أنا لست مع نظرية المؤامرة. المجتمع الدولي براغماتي يتعامل مع الأمر الواقع. بمعنى لو الليبيين أقاموا الدولة الوطنية الجامعة وحصل انتخابات وفاز من فاز، المجتمع الدولي يتعامل مع الوضع القائم. المجتمع الدولي يتعامل مع إيران، يتعامل مع كوبا، يتعامل مع إسرائيل، يتعامل مع الشيء الأساسي في المجتمع الدولي هي قوة الأمر الواقع وليس القوة الأخلاقية. لو دخل حفتر على طرابلس ونصب نفسه دكتاتورا سيتعامل معه المجتمع الدولي، لكن المجتمع الدولي الآن من عناصر القوة أنه مع الشرعية في طرابلس، مع
لكن دون القوة لا معنى للشرعية الدولية. الشرعية الدولية الآن كل المجتمع الدولي مع الشرعية في طرابلس، وهذه نقطة قوة مهمة ولكن ليست الأساسية. الشيء الأساسي هم الشباب الليبي الذي تصدى لهذا العدوان، الشعب الليبي الذي صبر على ظروف صعبة، هذا الشيء الأساسي. لكن الحراك الدبلوماسي مهم ومفيد، ولا شك أنه يساهم في تحجيم مجرم الحرب، لكن يجب أن لا تتوقف المعركة الدبلوماسية وليست لصد العدوان. لابد من تحويل هؤلاء مطلوبون تحكيم الجنايات. الورقلي هو الذراع اليمنى لحفتر، حفتر مجرم حرب يجب أن ويتلقى الأوامر من المطالبة بمحاكمته ومطاردته، وليس فقط صد العدوان. صد العدوان تم، الآن المطلوب هو محاسبة هذا المجرم على ما ارتكبه من جرائم بحق الليبيين في بنغازي، بحق الليبيين في كل مكان، في درنا كذلك. نعم السيد ياسر بوهلالة الكاتب الصحفي كنت معي عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي هنا في الأستوديو وأنوه قبل ذلك إلى خبر عاجل وردنا قبل قليل بأن وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة قد وجه كتابا لرئيس مجلس الأمن الدولي طالب فيه مجلس الأمن بضرورة التدخل العاجل وقف العدوان على طرابلس وردع مرتكبيه. أيضا سيالة في خطابه لرئيس مجلس الأمن قال بأن حفتر قد أقدم على تجنيد الأطفال والزج بهم في معركة مدمرة بهدف الاستيلاء على السلطة. إذن هذا موقف جديد الآن يخرج، موقف سياسي. سيد محمد، تعليقكم على هذا الكتاب من وزير الخارجية لمجلس الأمن الدولي؟ لا شك هو أخي الكريم خطوة في الاتجاه صحيح، لكن هذه الخطوة ليست متكافئة مع حجم المؤامرة وحجم الانقلاب الذي يحصل الآن على العاصمة المدنية وعلى الشرعية التي اعترف بها المجتمع الدولي. الموضوع يختصر علينا إذا أردنا أن نختصر الوقت ونوفر الأرواح ونحافظ على دماء شبابنا وأهالينا، يجب أن تصدر مذكرة اعتقال وقبض وتجريم بتسمية الشخص نفسه بتجريم حفتر على أساس أنه مجرم حرب يخوض انقلاب وهو في الأساس خارج الشرعية وليس معترف باتفاق الصحيح. هناك خبر عاجل ننوه عليه بأن رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قد قال بأن عملية بركان الغضب ستستمر حتى تحقق أهدافها وتوطد للمسار الديمقراطي في البلاد. وأيضا تحدث رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى بأن الصراع الحالي ليس صراعا بين شرق وغرب، بينما هو صراع بين من يريد الدولة المدنية وبين من يسعى لعسكرة الدولة. السيد محمد، تحليلك لهذا الحديث من السيد رئيس المجلس الرئاسي، لكن سأعتذر منك. انضم إلينا الآن نائب رئيس البرلمان التونسي الشيخ عبد الفتاح مورو عبر الهاتف. سيد عبد الفتاح أرحب بك بداية، كيف تتابعون الأحداث الآن على الساحة الليبية وما يجري قرب العاصمة طرابلس؟ السلام عليكم أولا وتحية لكم وللسادة المشاهدين. عليكم السلام ورحمة. ثم نحن نتابع ما يحصل في ليبيا بكل اهتمام، نحن ليبيون مثلكم ويهمنا استقرار ليبيا وهيائها وراحتها، ونحن كنا نتشوف منذ أمد بعيد إلى قدرة الليبيين على أن يحلوا إشكالاتهم عن طريق الحوار. هذا البلد الذي كان ماضيه دائما أبدا مشرفا لا يستطيع أن يتخلى عن هنائه وراحته واستقراره، ولا يستطيع أن يراهن على سبك دماء أبنائه لمصلحة من يموت الليبيون ولمصلحة من تراق دماؤهم ولمصلحة من يؤجل فرحة شبابهم وأبنائهم وبناتهم. نحن في تونس مثلكم مهتمون بواقعكم لأن واقعكم هو واقعنا في الحقيقة. طيب سيد عبد الفتاح، يعني الآن رئيس المجلس الرئاسي السيد فايز السراج وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة يعني أعلم بأن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش ضد ميليشيات حفتر ستشمل يعني ستبقى حتى تحقق أهدافها في توطيد المسار الديمقراطي. وزير الخارجية كذلك في حكومة الوفاق خاطب مجلس الأمن الدولي بضرورة التدخل، كيف يعني تعلق؟
على هذه التحركات؟ وفي رأيك يعني ما ربما ما المطلوب الآن لصد هذا الانقلاب على الثورة الليبية والمسار الديمقراطي؟ يا سيدي الكريم، كل مسعى يقوم به أي طرف في ليبيا لإحلال الوئام والحوار محل الحرب ومحل سفك الدماء هو مسعى محمود، وينبغي أن تتضافر جهود الجميع على أن توفر ذلك. لا ينبغي أن يبقى جهة سياسية وحدها في المطالبة بإيقاف الحرب وإيقاف سفك الدماء ودعوة الجميع إلى الجلوس حول مائدة واحدة للتحاور والتشاور. أنا لا أتصور أن مشاكل ليبيا ترتقي إلى كونها لا تحل إلا بالحرب، ولا أتصور أن هناك مشاكل أصلا في ليبيا. ما الذي يجعل الليبيين وهم أبناء جنس واحد متوائمون منذ أمد طويل يدينون بدين واحد ومذهب واحد، ما الذي يجعلهم يختلفون وبلدهم وهم يجلسون على بلد له مستقبل في التنمية وله إمكانيات مادية كبيرة؟ أيرضى الليبيون أن يعيشوا في شظف العيش وهم يجلسون على بحر من البترول والثروات؟ لا أتصور أن عاقلا يرضى ذلك. الذين يريدون أن يدخلوا ليبيا في أتون المعركة الدولية بين شقوق خارجية لا تتأثر بدوام الحرب ولا باستمرارها وبسفك الدماء، بل تستثمرها لتستولي على خيرات ليبيا، هؤلاء هم أعداؤنا وأعداء ليبيا. ولذلك كل العقلاء في تصوري ينبغي أن يرفعوا عقيرتهم بشعار واحد هو إيقاف النزاع الحربي ودعوة الجميع إلى الجلوس حول طاولة واحدة. ما الذي بين الليبيين حتى لا يجلسوا إلى بعضهم؟ ما هي الخلافات التي تجعلهم يتعادون بهذا الشكل؟ أنا لم أفهم أبدا. أن التطور في أي بلد في العالم يمكن أن تكون نعم، يبدو أن الاتصال قد انقطع مع نائب رئيس البرلمان التونسي الشيخ عبد الفتاح مور، ونحاول أن نعيد الاتصال به. سيد محمد هنا في الاستوديو، يعني كنا قد بدأنا الحديث على موقف رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية. نعم، لا شك هي خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تتكافى مع حجم المؤامرة وحجم هذا الانقلاب الغاشم، وبالزاوية الأخرى مع حجم التضحيات التي الآن تقدم على تخوم مدينة طرابلس من أجل تحقيق المسار الديمقراطي والحفاظ عليه، ومن أجل إيجاد وتثبيت الدولة المدنية ذات الدستور والتداول السلمي على السلطة. الموضوع في اعتقادنا نحن أن موضوع لا يحتاج أكثر من أن يقدم سيد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مذكرة فعلا واضحة المعالم، واضحة المنطوق والمفهوم، تجرم مجرم الحرب حفتر، تسميه بالاسم وتطالب باعتقاله محليا ودوليا. في هذه الحالة فعلا سنكون قد قطعنا رأس الأفعى ويكتمل باقي الجسد بإذن الله، سيكون الأمر سهل. هذا الرجل فعلا قد انقلب على كل المسارات الديمقراطية وعلى كل المسارات السلمية وعلى كل الاتفاقات والتوافقات، حتى انقلب على حلفائه وعلى أسياده الذين يسيرونه من الخارج، والذين كان في زيارة لهم قبل انطلاق عملياته المشؤومة هذا الانقلاب قبل أسبوع. الموضوع أخي الكريم لا يحتاج إلى مسألة تعريف، نحن الآن نقاتل من أجل كذا، هذه أصبحت ظاهرة وواضحة للعيان، وإن كانت مطلوبة كإعلام وكتوضيح للمسألة ولجوهرها، لكن الآن مطلوب إجراءات، مطلوب قرارات انطلاقا من القواعد القانونية ومن القواعد الدستورية ومن الشرعية التي يتمثلها السيد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج. أليس هو المعترف به دوليا؟ أليس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وللجيش الليبي؟ وعلى فكرة يعني في قانون 11 لسنة 2012 في القانون الليبي في المناصب السيادية لا يوجد صفة أو اسم لشيء اسمه القائد العام، هذا استحدث وفصل
حتى يطبق على مجرم الحرب حفتر ويضطلع هو بدور. الرجل خارج نطاق الشرعية وخارج نطاق القانون ويجب أن يجرم. نحن الآن يجب أن نتخذ خطوة متقدمة تتكافى وتتوازى بل تتقدم على مستوى التضحيات وبالمقابل أيضا تواجه وتصد هذا الانقلاب الغاشم. هذه الخطوة لن تكون أقل من تجريم مجرم الحرب حفتر بمذكرة قانونية قضائية رسمية من السلطة العليا في الدولة الليبية في حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي والمطالبة باعتقاله ومطالبة الانتربول ومحكمة الجنايات الدولية بإيقاف هذا الرجل عند حده والمطالبة واعتقاله. إذا ما فعلنا هذه الخطوة وصلنا إلى هذا المستوى فعلا نستطيع أن نقول نحن الآن في المكان الصحيح وفي الزمان الصحيح وفي الاتجاه الصحيح من حيث الوصول إلى الدولة المدنية والدستور والتداول السلمي على السلطة. التلكؤ في هذا الأمر هو إطالة لأمد الحرب الذي إذا ما حصل هذه الإطالة ستتدخل أطراف أجنبية. بالأمس كانت هناك ضغوطات روسية وفرنسية على المجلس الرئاسي من أجل الخضوع للجلوس والحوار. المجلس الرئاسي موفقا رفض هذا الضغط. أيضا المجلس الأعلى للدولة الآن يضطلع بدوره في بعض شخصياته ورئيسه ويطالب فعلا بتجريم مجرم الحرب حفتر. إذن نحن الآن على مستوى مطالبة وطنية عليا للأمن القومي الليبي لا تقل عن تجريم مجرم الحرب حفتر بمذكرة رسمية من المجلس الرئاسي. نعم، عاد الاتصال مع نائب رئيس البرلمان التونسي الشيخ عبد الفتاح مورو. الشيخ عبد الفتاح، تأتي هذه الحرب ويأتي إعلان الحرب من قبل حفتر على العاصمة طرابلس وانقلابه على حكومة الوفاق، يعني ونحن على موعد مع جلسة للحوار يعني كانت مقررة خلال أسبوع من الآن، ربما جلسة من الحوار برعاية الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة الليبية، يعني كيف تعلق على ذلك؟ والله كلنا كان يرتقب هذا الموعد الهام وكلنا نتوقع بأن إشكال ليبيا سيحل وأن الليبيين سيهرعون جميعا إلى طاولة المفاوضات، لكننا فوجئنا بهذه النكسة بل بهذه النكبة الشديدة التي أتصور أن موقف الليبيين جميعا سواء كانوا مؤسسات أو حكومة أو مجلس قيادة أو مجلس رئاسة كلهم ضدها. ينبغي أن ترتفع أصوات الليبيين، أعيان ليبيا، رؤساء قبائلها، رؤساء بلدياتها، مجتمعها المدني، جمعياتها المختلفة، ينبغي أن تأخذ جميعا نفس الطريق وهو إعلان رفضها لحل إشكالات ليبيا عن طريق السلاح والدعوة إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات. الرفض ليس متأتيا من حكومة محددة أو مجلس رئاسة محدد، بل ينبغي أن يكون تعبيرا عن إرادة شعبية موحدة. كل الجهات ينبغي أن تعبر عن ذلك، وتصور أن رؤساء القبائل العقلاء والمرجعيات الجهوية قادرة على أن تعلن ذلك لتشعر بأن من يخرج عن الصف هو المخالف. طيب الشيخ عبد الفتاح، أريد أن أسأل هنا عن موقفكم في تونس من الأزمة الآن الراهنة، وتونس كذلك كغيرها من الدول تعترف بحكومة الوفاق الوطني كممثل شرعي ووحيد، وهذه الحكومة قد اعتبرت أعمال حفتر جرائم ترتقي إلى أنها جرائم ضد الإنسانية. موقفنا الرسمي كموقفنا الشعبي كنا أعلننا عنه منذ أمد طويل، وأننا مع احترامنا لسيادة الليبيين ولحقوقهم في ترتيب شؤونهم كما يرون، نحن نتعلق بأن تصل ليبيا إلى الآمن وإلى حوار وطني يحل إشكالاتها وأن يحل في هذا البلد الأمن والاطمئنان، وأن يتوجه الليبيون جميعا لتنمية وطنهم واستغلال ثرواتهم بأيديهم واستبعاد أي طرف أجنبي يريد أن يستولي عليهم. نحن حريصون على أن تبقى ليبيا وقرارها مستقلا ذاتيا لا يتدخل فيه أحد، وأن تبقى ليبيا للليبيين وأن يحققوا لأنفسهم فرحة الحياة التي انتظروها منذ أمد طويل.
نعم، نائب رئيس البرلمان التونسي الشيخ عبد الفتاح مورو كنت معي عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد كرير. يعني على ذكر الموقف التونسي الآن، إذا كان يعني لديك تعقيب على كلام نائب رئيس البرلمان التونسي، وأيضا الموقف العام في المنطقة الآن، يعني الموقف الإقليمي، ما يجري في الجزائر كذلك، الإمارات السعودية التي ثبت تدخلها يعني وتم التصريح بذلك من حكومة الوفاق. ابتداء نوجه التحية للشيخ الفاضل الأستاذ عبد الفتاح مورو ونشكره على هذه المشاعر النبيلة. نحن قطعا شعبنا في تونس أيضا كان شعبا شقيقا، وقف معنا في كل المحن. الشعب التونسي له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى على كثير من المحن لدى الشعب الليبي، وبالمقابل الشعب الليبي أيضا هو أخ شقيق للشعب التونسي وله الفضل أيضا على الشعب التونسي. نحن متجانسون لا شك في ذلك، لكن في حقيقة الأمر كنا نأمل من الموقف الرسمي التونسي، وأنا أعتقد أن هناك فرق نوعا ما بين الموقف الرسمي التونسي والموقف الشعبي التونسي. الموقف الرسمي التونسي كان يجب حتى هذه المداخلة أن يقول أن المعتدي الآن هو حفتر، هو مجرم حرب، خاصة أن إخواننا في تونس يؤمنون بالمسار الديمقراطي وقد فعلوا دستورهم وقد تداولوا سلميا على السلطة فيما بينهم، ونشكرهم على هذه المشاعر النبيلة في تمني أن يجلس الجميع وكل الأطراف للحوار. الآن أصبح لا يوجد أطراف، أصبح يوجد طرفين فقط، طرف يقاتل من أجل الدولة المدنية والدستور وسلامة الليبيين والحفاظ على الأطفال، وطرف يزج بالأطفال دون السن القانونية للقتال والتدمير ويستورد فتاوى معلبة من بعض الدول تشرعن هذا القتل للأسف الشديد، يستقوي بالأجنبي. هذا الطرف خارج نطاق الشرعية، خارج نطاق القانون، خارج نطاق اتفاق الصخيرات. وهو بالأمس القريب، نحن بالأمس القريب كنا على أعتاب انعقاد الملتقى الجامع الليبي الذي كانت تهيئ له بعثة الدعم للأمم المتحدة للدعم في ليبيا. من الذي انقلب؟ حكومة السراج، مجلس الرئاسي، كل الأطراف في المنطقة الغربية لم تنقلب، بالعكس كانت تنتظر، كل الفاعليات كانت تنتظر، حتى المناكفات التي كانت ضد هذا الملتقى لم ترتقي إلا إلى المستوى الإعلامي ومستوى إبداء الرأي فقط، لم تصل إلى الاحتراب. لكن أتتنا للأسف الشديد قوة غاشمة مدعومة من الخارج ومغرر بها من قبل فتاوى ومن قبل دول أجنبية تتدخل في الشأن الليبي لتقتحم علينا مدينة طرابلس ولتفسد فرحة الليبيين الذين كثيرا منهم كان مستبشر بهذا الملتقى الجامع. إمكانية أن يعقد ملتقى جامع وأن يتم الجلوس للحوار الآن مع أطراف، مع طرف لا يؤمن بالحوار، هذا الطرف فقد كل الليبيين فيه الثقة الآن، حتى من كان يمد له يد المساعدة ويد السلام ويتغزله في بعض أحيان ويتلطف معه عساه أن يأتي إلى حضن الوطن من حيث السلم والتداول السلمي على السلطة ومن حيث المسار الديمقراطي ومن حيث المسار التوافق والحوار، فقد فيه الثقة الآن ولم يعد هناك مجال لبناء جسور ثقة مع شخص لا يعرف في حياته، لا يعرف في فكره، لا يعرف في خياله إلا الانقلاب، إلا نهم السلطة، إلا القتل والدمار، مستعد أن يسلم ليبيا على طبق من ذهب لكل القوى الأجنبية مقابل أن يكون هو على سدة الحكم في ليبيا. هذه المسألة أعتقد أنه قد عفى عليها الزمن القريب، مسألة أن نجلس مع مجرم الحرب حفتر، مسألة الحكي أو الخوض فيها الآن أو تناولها الآن هي بمثابة الطعن في مسألة في الدفاع عن الدولة المدنية، هي بمثابة الانقلاب الناعم والمرن على كل ما يحدث الآن من تضحيات ومن جهود ترسم من جديد بناء الدولة المدنية وتعيد تشكيل الجيش الوطني الحقيقي الذي ثلثي قوامه في المنطقة الغربية. طيب انضم إلينا سيد، أو ما زال معنا سيد محمود إسماعيل. سيد محمود، يعني أريد أن أسأل هنا في رأيك، ما المتوقع الآن من المجتمع الدولي خاصة بعد أن قام المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بخطوات ربما توضح الموقف النهائي ربما من الحكومة في اتجاه هذه العمليات تجاه حفتر؟ بداية على الليبيين ألا يتوقعوا من المجتمع الدولي باعتبار أنه انحذر
لطرف دون طرف من ناحيه، ولان اجراءاته جد قليله، ولان بياناته تدل على ان مواقف دوله ومنظماته متذبذبه. هذه من الناحيه الدفاع الدولي متمثلا في منظمات ودول لا يرقى الى مصاف تطلعات الليبيين ولا يريد ان يحترم هذه التطلعات فيما يبدو. ولكن من المهم ادراك ايضا ان المجتمع الدولي باحث عن مصالح دوله، ومن المهم جدا مخاطبتهم بنفس الطريقه وعلى نفس الاسلوب. ومن هذا على وزاره الخارجيه بدايه ونهايه ان يحملها برنامج واضح وأداه للتواصل مع المجتمع الدولي وتوضيح الفعلية وتوضيح أن الليبيون ضد عسكرة الدولة الليبية وإمكانية إرجاع حكم العسكرة وإرجاع النظام السابق بأي طريقة كانت، وأن أي عملية عنجهية يقوم بها هذا المجتمع فلن يكتب لها النجاح وسيكون مصيرها الفشل، وأيضا سيكون أيضا مصير العلاقات مع هذه الدول المتحالفة والداعمة بطريقة أو بأخرى مصيرها أيضا الفشل، وأيضا عملية يكون هناك نوع من المساءلة أو نوع من يجب أن يكون أيضا محاولة الإمكان للعمل بشكل خلية بشكل مستمر، وأن تكون هناك خليجية داخلية وخارجية للعمل. يجب أن لا يكون ذلك مبدأه ومنشأه فقط عبارة عن استماع إعلامي دون أن يكون هناك ارتقاء للمستوى الإنساني بالذين هجروا من دورهم والذين تعرضوا للقصف والذين يتعرضون له، وأيضا المطارات بالشكل المدني. هذه اتهامات ترقى إلى مستوى جرائم الإرهاب، التعرض للطائران المدني وأيضا الجرائم ضد الإنسانية. ومن هذا كان ذلك ذلك إذا كان المجلس الرئاسي أيضا جريئا وقادرا عليه أن يتخذ قرارا جريئا وجزعا بمخاطبة شرطة أو شرطة الأنتربول بتضمين اسم حفتر من جنائيا إلى ليبيا، ولذلك يمنع من السفر ويمنع أيضا ويبدأ حبيس نفسه وحبيس الرجمة كما هو عجوز الرجمة حاليا. من الناحية التي يجب أن يدرس أيضا أن يكون هناك إدراك أن الليبيون قادرون على ما يتعلق بالتصدي وأنهم سينتهي وانتهى. اليوم كانت هناك عمليات نوعية خاصة في غريان، وأيضا يجب أن نشير ليه أن هناك ما يقرب من 25 ضحية قام بردهم أحياء في غريان. هذه هي الحقيقة بعد أن أصيبوا في المعارك، ويجب أن يكون هناك تحقيق وتحقق ولجنة تقصي حقائق يتم طلبها في ذلك. من الناحية الثانية التي يجب أن تذكر أيضا، يجب أن يقال بأنه الجانب القانوني يجب أن يتحرك أيضا والجانب الخارجي السياسي وأن تصدر قرارات بتعيين أيضا رؤساء للمناطق الشرقية والجنوبية بشكل فوري كما هو الحال بالمنطقة الشرقية سواء تبرق وإلا بنغازي وإلى غيره لهذه المناطق العسكرية، تسمية أسماء بشكل واضح. التعامل مع هذا المجرم لا يمكن أن يستمر ولا يمكن إلا أن ينتهي لهنا. طيب سيد محمود اسماعيل الباحث والأكاديمي، كنت معي عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. آتي هنا لضيفي السيد محمد كرير. هل يعني السيد محمود اسماعيل قال يعني لا تتوقع كثيرا من مجلس الأمن والمجتمع الدولي، في رأيك على ماذا التعويل الآن في ظل وجود حكومة تتخذ قراراتها الآن وفق مسؤولياتها الوطنية وقيادات عسكرية الآن يعني لها عمل ميداني على الأرض؟ التعويل أولا وأخيرا على وحدة الصف الوطني الذي يقاوم الآن، وتقوية الغطاء الشرعي والقانوني لهذا الصف الذي يضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الشرعية وعن الدولة المدنية وعن أرواح المدنيين في المنطقة الغربية حتى نصل إلى مخبئه هناك وتعود المنطقة الشرقية إلى النفس المدني بإذن الله. أنا أؤكد وأكرر وأقول يجب على السيد فائز السراج وعلى السيد محمد سيالة أن يضطلعا بدورهما اطلاعا كبيرا كاملا بما يخوله لهم القانون والدستور وموضعهما في الاعتراف الدولي. لا يجوز التلكؤ الآن، التلكؤ بمثابة الخيانة. يجب المضي قدما في تصحيح الإجراءات، يجب تصحيح الإجراءات، تسمية هذا الشخص بأنه مجرم حرب، ويجب إصدار مذكرة فعلا قضائية من برسم رئاسي ويخاطب بها مجلس الأمن والمنظومة الدولية والمجتمع الدولي بالكامل والإنتربول الدولي، تجرم حفتر وتطالب بإلقاء القبض عليه، ومن ضمن الإجراءات إقالته مما يسمى بمنصب القائد العام. لا يوجد في القانون الليبي هذا المنصب، هذا استحدث من أجل أن يفصل على هذا الشخص المعتدي المجرم المنقلب. وإذا ما فعلنا هذا الأمر سنكون في الاتجاه الصحيح، وستكون الدولة المدنية في مأمن، وسيكون كل الذين يتعاطون مع هذه الدولة محفوظة مصالحهم. أنا أريد
أريد أن أذكر بنقطة، إن المجتمع الدولي ومجلس الأمن لن ننتظر منه الكثير، نعرف مواقفه في كثير من قضايا الدول والعالم، لكن المجتمع الدولي بالمقابل أيضا إذا ما وجد سلطة قوية وجيش قوي وتفعيل للإجراءات والقرارات ومتابعة وتضمن له فعلا حماية مصالحه وحماية رعاياه وتتعاطى معه في القضايا الملحة الدولية سيعترف بها وسيتعاطى معها. المجتمع الدولي يمارس البراغماتية بكل ما تعني هذه الكلمة، البراغماتية إذا ما وجد طرف قوي على الأرض سيتعامل معه. لذلك يجب على حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي وكل الأطراف التي معترف بها دوليا أن تطلع بدورها الحقيقي وأن تمارس وتفعل هذه الإجراءات وتتابعها حتى تصبح واقعا قانونيا وواقعا على الأرض أمام المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد محمد كرير مدير منتدى التواصل والحوار الليبي. أشكر ضيوفي الذين كانوا معنا في هذا الجزء من التغطية، وهم الشيخ عبد الفتاح مورو وهو نائب رئيس البرلمان التونسي، والسيد ياسر بهلالة وهو الكاتب الصحفي، وكذلك سيد محمود إسماعيل الباحث والأكاديمي. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، لا زالت هذه التغطية مستمرة، فاصل ونواصل بإذن الله.